نور، هي كانت أخبارنا الثقافية لليوم. فاصل صغير من كفي بقية فقراتنا الصباحية. أما هلأ أريج، وصلنا لفقرتنا الطبية لليوم، ورح نحكي فيها عن موضوع بيعاني منه الكثير من الأشخاص، آلام أسفل الظهر. بات يرافق الكثير من الناس بسبب العادات اليومية الروتينية الخاطئة التي نقوم بها. أسباب ألم الظهر وأنواعه وكيفية علاجه رح نحكي عنه أكثر مع الدكتور تامر الأمير. تامر أخصائي جراحة عصبية. سعد صباحك دكتور. صباحكم صباح المواطنين. يسعد صباحك. مثل ما حكينا يمكن البداية أو بالمقدمة، كثير من الناس هلأ بنسمعهم أنه ظهري عم يوجعني، يمكن ما في مكان نقعد فيه إلا ما بنشوف ظهري عم يوجعني، أنا أسفل ظهري عم عاني من ألم كثير قوي. خلينا نحكي عن آلام الظهر، ليش بهي الفترة عم نسمع بشكل كتير كبير منتشر وشو الأسباب؟ حقيقة ألم الظهر يعني مثل ما معروف هو مرض العصر، هو أكثر آلام شيوعا بين البشرية. حقيقة في إحصائيات عالمية بتقول أنه 90% من البشر، يعني 9 من كل 10 أشخاص، رح يعانوا من ألم الظهر لمرة واحدة في حياتهم، سواء هذا الألم استمر أو كان تشنج لفترة صغيرة. وهل الموضوع ازداد بالسنوات الأخيرة بسبب طبيعة الاستهلاكية للحياة والماديات معينة، يعني انتقل العمل من العمل الميكانيكي للعمل المكتبي، جلوس فترات طويلة، وقوف فترات طويلة، الميل للنشاط المادي، الجلوس الطويل والابتعاد عن الحركات وابتعاد عن الرياضة، هذا كله أدى لشو ضعف بالمنطقة العضلات الظهر وازدياد نسبة الإصابة بآلام الظهر. بس احنا عم نتفاجأ بالأعمار، يعني لما تشوف شباب اليوم وأعمار جدا صغيرة بيقول لك أنا ماني قدران مثلا أحمل شيء، ظهري عم يوجعني أسفل، هذا اللي بتتفاجأ فيه اليوم. طبعا لأنه في عادات خاطئة كتير دخلت في الحياة مع تطور العلم وتطور وسائل الراحة، وابتعدنا تماما عن الحياة الصحية أو الأعداد الصحية للعمود الفقري. دكتور، خلينا نتعرف أكثر على هالعادات الخاطئة اللي يمكن كثير منا بيتبعها وبيقوم فيها بشكل يومي، لكن ما بنعرف إنه هي السبب الرئيسي لآلام الظهر. حقيقة بدنا نبلش أول شيء من طريقة الغذاء، زيادة الأوزان وخاصة بالمجتمعات الغربية. ثاني شيء عنا طبيعة الأعمال، انتقلت مثل ما حكينا أعمال مكتبية كلها بدها فترات طويلة من الجلوس. ثلاثة كمان في عنا شغلات اللي اسمها التكييف، التعرض للهواء البارد وتفاوت درجات الحرارة بين الداخل والخارج، هذا كله بيساوي لنا تشنجات عضلية. أربعة عنا التدخين وانتشاره بين حتى الشباب، هذا بيؤدي كمان لأعراض مثل هشاشة العظام مثل ما بنعرف، وبيؤدي لنشفان في الأقراص الغضروفية. عنا خمسة كمان العادات اللي لها علاقة بدخول وسائل الاتصال حديثة، يعني صرنا نلاقي انه في ناس قاعدة مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي 4-5 ساعات، فالوقت عم ينصرف في موضوع مواضيع ما لها علاقة بالرياضة وحركة العمود القطني، هذا كله عم يؤدي كنتيجة عامة لوجود تزايد بإصابات ألم أسفل الظهر. دكتور حكيت عدة أسباب، رح نتوقف يمكن عند سبب. خلينا نبلش برياضة، يمكن رياضة جدا مهمة للجسم بشكل عام، ونحن يمكن مجتمعاتنا ما عندها الثقافة الكافية أو الوعي الكافي لأهمية الرياضة. وكنا عم نحكي تحت الهواء إنه بتلاقينا بنسجل بنادي بنلتزم فيه شهر شهرين وبعدين بنتوقف. الرياضة قديش مهمة فعلا للياقة البدنية ولا كمان الظهر بشكل مستمر، يعني لازم لو بشكل يومي أو بشكل مرتين بالأسبوع من 20 دقيقة ل 30 دقيقة يجب ممارسة الرياضة. الحقيقة عندنا نحن لك العمود القطني أو حتى الظهر بشكل عام، العمود الفقري مؤلف من 3 كتل أساسية. الكتلة الأساسية هي الكتلة العضلية اللي مهمتها نصب العمود الفقري، أو مثل ما نقول أنه مسؤولة عن وقوفه وانتصابه للإنسان. الكتلة الثانية الكتلة العظمية، والكتلة الثالثة هي العصبية. هلأ نحن دائما، أنا أي مريض أو أي إنسان بيراجعني بيقول له نحن المسؤولية الكبرى تقع على الكتلة العضلية، يعني نحن الكتلة العضلية اللي مسؤولة عن الحركة ومسؤولة عن الانتصاب، مفروض نحن نهتم فيها ونقويها مع الزمن. هلأ الرياضة هي المفتاح السحري بهالحالة،
انه التمرين الدائم بيؤدي لحركتها وتضخم العضلات ومساعدتها انه تكون الداعم الاساسي في حاله الوقوف، في حاله المشي، في حال اضطرينا لجلوس طويل، هي بتكون الداعم الاساسي وبتتلقى العبء الاكبر. اما في حال كان في عنا ضعف بالهيكل العضلي فبيكون العبء على الاربطه والعظام والغضاريف، وهذا بالتالي بيؤدي لصور تضخم بالمفاصل الاربطه، مناير عظميه مثل ما بنسمع، الديسك على الغضروف مع الوقت الطويل، واصابات متكرره ومتعدده. نعم دكتور، يعني في اكيد طرق علاجيه لكل نوع اصابه يلي بتؤدي لالم الظهر. خلينا نبلش يمكن بالعادات الخاطئه يلي بنتبعها كل يوم بحياتنا اليوميه يلي بتؤدي لها الالام، كيف نقدر نعالجها؟ هلا الحقيقه نحن بنعالج كل اصابه بحسب سببها. هلا يعني في حال كانت الاصابه واللي هي الاشع بالاصابه بالكتله العضليه، فنحن بنعالج التشنج العضلي بواحد اول شيء بادويه خاصه بالمرخيات العضليه مضادات الالتهاب الستيرويديه. اثنين اذا كانت الاصابه على المستوى العظمي بدنا نعمل راحه تامه بالفراش. ثلاثه اذا الاصابه العصبيه ممكن ناخذ مسكنات ونحل السبب الاساسي اللي ادى للضغط على الاعصاب. بالتالي نحن بنشخص السبب وبناء على حدوث السبب بنحط خطه علاجيه كامله ومتكامله للمريض. طيب خلينا كمان نحكي يمكن قديش الجلوس السليم كمان بيساعد يمكن من تجنب آلام الظهر. ونحن وصغار يعني كانت دائما ماما بالبيت تقلنا نحن انه شدي ظهرك وانت قاعدة. هلا بتلاقي يعني حتى الأطفال عندهم جلسة غير صحية ان كان بالمدرسة او بالبيت، في حنية بالظهر يعني بالمجمل. حقيقة في عنا هاي المشكلة بتنبع من شغلتين. نحن الأطفال بننبههم دائما أنه الحقيبة المدرسية كثير عم نعاني، أنه مثلا الطفل وزنه 30 كيلو 25 كيلو حسب المرحلة عم يحمل شنتاي 10 كيلو 8 كيلو بسبب الكتب. هاي وحدة. اثنين تلاقي الطفل حاليا صار عنده مثلا برامج الأطفال عوض ما تكون ساعة نص ساعة صارت 12 ساعة كبير. قاعد بطريقة خاطئة على التلفزيون طول الوقت، وحتى على الموبايل او التاب هلا هذا ما عدنا نشوف الطفل مثلا عم يرقد عم يلعب مع رفقاته نشاط رياضي نشاط فيزيائي. في حنية دائمه يعني عم تلاحظ هذا كله طبعا بالوقت عم يؤدي مع حنيه دائمه. لانه هو دائما يا اما يعني منحني على التاب منحني على الكتاب ما في نشاط فيزيائي كامل له. هلا الجلوس الصحي طبعا نحن بيختلف حسب العمر حسب النشاط اللي بدك يعني. يعني الجلوس لمده مؤقته يفضل يكون بشكل مستقيم بزاويه 90 مع انحناء الركب بزاويه 90. الجلوس لفترات طويله وخاصه لاعمال مكاتب، هلا انا هون بوصي توصيتين. اول شيء يكون الجلوس بزاويه 45 ليكون وزن الجزع موجود على مسند الكرسي وليس على العمود القطني. مع دعم العمود القطني بوسادة مشان نحافظ على انحنائه الطبيعي. ثانيا ما يكون لأكثر من نص ساعة. يعني التوصيات الجمعية الأمريكية للعمود الفقري الجديدة إنه الجلوس لنصف ساعة فقط مع خمس دقائق حركة لإعادة توزيع الضغوط على الأقراص الفقرية. يعني لازم كل نص ساعة نقوم خمس دقائق. عم تلاقي الناس بعد أكثر ثلاث أربع ساعات ما بتتحرك. طبعا هي أدت لإصابات عملية كبيرة يعني مهنية كبيرة وكتيرة وخسائر مادية هائلة. كمان في دكتور بعض التمارين اللي لازم كل شخص يقوم فيها خلال نهاره يلي بتطلب انه يجلس وراء مكتبه لفترة طويلة. طبعا احنا قلنا كل نصف ساعة ممكن يقوم المريض يمشي خطوتين ثلاثة، يقوم بانحناءات متعددة لإعادة توزيع الضغط على القرص الفقري. يعني ما يكون الضغط فقط للأمام أو للخلف حسب طريقة الجلوس أو للجوانب، هذا بأدي مع الزمن لتشوهات بالعمود الفقري مثل الجنف مثل الحدب. هاي كلها نحن نتجنبها ببعض الحركات الرياضية، الدوران، الانحناء للأطراف، الانحناء للأمام، يعني حركات متعددة لتمطيط العمود الفقري. هاي يمكن فيما يتعلق بالأشخاص يلي عندهم شغل لوقت طويل وراء مكتب وبيعدوا على الكرسي. أما الأطفال يلي هلأ عم نشوفهم مع بداية العام الدراسي الجديد اللي عم يحملوا شنتاية تقيلة، كيف الأهل بيقدروا يديروا بالهم أكتر على أطفالهم ويقوموا بعض التمارين الرياضية ممكن بيومهم خلال نهارهم أو بس يرجعوا على البيت لحتى ما يصير عندهم أي مشاكل بعمودهم الفقري؟ عندي نصيحة دائما بنسألها أنا انه الحقيبه المدرسيه نشيلها كتف واحد ولا كتفين؟ تمام.
تماما. لا يفضل طبعا انه تنشال على الكتفين لنوزع الضغط، ما يصير في ميلان بالعمود الفقري. اثنين انه نحاول قدر الامكان نختصر الوزن اللازم نوضع بالشنطة. ثلاثة بعد العودة من المدرسة الطفل بطبيعته عنده ميل للحركة الفيزيائية، بعده عن موضوع القعدة قدام التلفزيون أو القعدة على التاب، ونشجعه على لعب النشاط الرياضي حركي مع رفقاته. بهذا بشكل دائم بيحافظ على موضوع أنه موضوع الحركة وقوة العمود الفقري. ما نلتزم برياضة معينة لأنه كطفل صعب تلزميه أنه يعمل رياضة دائمة وتمارين متعددة. حركته الطبيعية ولعبه بين الأطفال هي بحد ذاتها حركة ورياضة للعمود الفقري. دكتور، كنا عم نحكي عن الجلوس الصحي قديش مفيد للعمود الفقري. خلينا نحكي اللي عندهم إصابات بالفقرات بالظهر، كمان يمكن جلوسهم بيكون مختلف او جلسه بتاثر عليهم بشكل ان كان ايجابي ولا سلبي. في جلسات يمكن مخصصه لهم لازم تكون. هلا نحن بحسب طبيعه الاصابه، يعني نحن الامر المرضى اللي عندهم انزلاق ظروفي او ديسك قطني او انزلاق فقرات او جنب، نحن بنحاول نشيل الضغط عن المنطقه، ننصح المريض انه يكون بوضعيه الاستلقاء وليس بوضعيه الجلوس مشان نمنع عنهم الضغط بهاي المنطقة. حتى التمارين اللي منوجههم عليها أثناء العلاج الفيزيائي وأثناء الرياضة نوجه التمارين خاصة بوضعية الاستلقاء ليكون ما في وزن أبدا، مثل السباحة أو التمارين بوضعية التمدد لعضلات الظهر. بالتالي هالمرضى هون حسب الطبيعة، الجلوس بمرضى الديسك هن اكثر خطرا، يعني شغل لاوقات طويله هن يجب ان يكون كان في عندهم حسب الجلسه ان كان هون بنلتزم او هون بنلتزم بالتعليم الاساسي اللي قلناها انه يكون الجلوس بزاويه 45 درجه بحيث يكون وزن الجزء الجسم والقسم العلوي من الجسم بقسمه الاكبر على مسند الكرسي وليس على المنطقة القطنية. ودعم المنطقة القطنية بوسادة تحافظ على شكلها الحقيقي. دكتور، ببعض الحالات ممكن يؤدي آلام الظهر للجلوس بالفراش ولفترة طويلة والشخص ما بيعود بيقدر يتحرك منيح. هلا هون شو طرق العلاج بتكون وامتى نحن نلجأ للجراحة؟ حقيقة الجراحة هي خيار أخير. نحن الجراحة بعد تشخيص سبب معين مثل وجود انزلاق غضروفي أو ديسك قطني أو نسميه فتق نوالب بيئة قطنية أو وجود لا سمح الله كتل خبيثة أو حميدة في العظام العمود الفقري، أو في حال وجود ضغط على العصب وعدم الراحة على العلاج المحافظ. بهذه الحالات نحن طبعا نحط خيار الجراحة كخط أخير. أما الخط الأول فبنعطي الراحة التامة وإعطاء الفرصة للعمود الفقري لإعادة ترميم نفسه والاسترخاء بعيدا عن التشنج العضلي. اثنين نعطي أدوية خاصة كدعم مثل المرخيات العضلية، مثل مضادات الالتهاب لتخفيف الالتهاب الحاصل بين العناصر العصبية والعظمية والرباطية والعضلية. هذا كله مع بعضه مع الراحة ب 90% من الحالات وحتى أكثر من هيك النسبة بتأدي للشفاء طبعا. وبعدين بتتبع التعليمات الثانية اللي لها علاقة بالغذاء، لها علاقة بالنشاط الفيزيائي، لها علاقة بالرياضة لمنع النكس أو منع عودة الألم مرة تانية. طيب دكتور، خلينا نحكي أو نخص النساء بمجموعة من النصائح، لأنه بتلاقي في نسبة كتيرة من النساء عم تعاني من آلام الظهر بسبب العمل، بسبب يمكن طبيعة المعيشة، بسبب ترباية الأولاد، لأنه بتلاقي ربات البيوت اليوم عم يقوموا بأعمال جدا شاقة وما بيلتزموا فيها. يعني ابتداء من والدتي لكل النساء بتلاقي الدكتور بيقول لها أنه ما تحملي شيء ثقيل، اشتغلي شغلات مثلا مو كتير فيها أعمال شاقة بالنسبة لك، ما في التزام. خلينا نعطيهم بعض النصائح للسيدات. حقيقة أنا بدي أفسر ليش النساء أكثر. النساء هو بشكل عام الكتلة العضلية عندهم أقل من الرجال، بالتالي في عندهم تعرض للإصابة أكبر. مع هاي الكتلة العضلية بتعرض لضغوط فيزيولوجية كبيرة، يعني الحمل والولادة، زيادة الوزن أثناء الحمل بشكل مفاجئ،
هذا كله عم يؤدي لضغط على العمود الفقري. نقص الكلس، نقص الفيتامين د المرافق للحمول المتكررة، هشاشة العظام اللي بتصير بعد سن اليأس، هذا كله عوامل مؤهبة ليصير في عنا إصابات بالعمود القطني. الحقيقة النصيحة لكل ست بيت، أول نصيحة لها العمل المنزلي أو الأعمال المنزلية ما هي رياضة وما هي حركة. يعني أنا بوصي إنه والله بدك تتحركي، بدك تعملي، بدك كذا، تقول أنا بالبيت بشتغل طول الوقت، هاي استنزاف لا، أنا للعمود بشتغل القطني. طول الوقت وما بقعد، يعني إنه بتلاقيها بتتفاخر بالموضوع، هذا استنزاف للعمود الفقري وليس رياضة وتمرين لإله. بدنا نلتزم برياضة معينة، تغذية منيحة تكون غنية بالكالسيوم، غنية بالفيتامين د، غنية بالمغنيسيوم، غنية بالسوائل للحفاظ على تميه الأقراص الغضروفية. اثنين مثل ما حكينا النشاط الرياضي. ثلاثة الابتعاد عن التدخين. أربعة تنظيم أعمال المنزل مع توصيات خاصة ببعض أعمال المنزل. الابتعاد عن الانحناء بشكل دائم. الابتعاد عن حمل الأشياء الثقيلة أو الدفع أو الجذبة. في مثل تيبس أو تريكس أو خدع معينة ممكن نعطيها لكل ست بيت إنها تريح حالها، مثل مثلا المجلل، ولو انه شغله صغيره مثل المجلل لازم يكون بمستوى المرفق، ما يكون اوطى بحيث تنحنى الست البيت مثلا ساعه او ساعه ونص على المجلل مشان تخلص الجلي. شغلات كتير بسيطه اثناء النشاط اليومي بس كتير بتفيدها فيما بعد للعمر. يعني نصائح كثير مفيدة اليوم ومعلومات قدمتناها دكتور، إن شاء الله كل مشاهدينا ما يكون عندهم أي آلام بظهرهم. وشكرا كثير لك دكتور تامر. شكرا لكم. شكرا لك دكتور تامر، ونتمنى من كل السيدات وربات البيوت اللي عم يحضرونا يلتزموا بالنصائح الطبية. شكرا كثير لك.